حدثنا يونس قال حدثنا أبو عوانة عن الأجعث بن سليمين عن أبيه عن رجل من بني يربع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك قال فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة الذين أصابوا فلانا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تجني نفس على أخرى.